إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن كجرني هو وعدي عبادة والشيخ انتلوه الشيخي سدو بيوهان ومجملا ومركو رؤوسا ولا شيخي كدبنا وتفاصيش وقال يمد والبه دليل كذين الشيخ. وحن نود بيسي ودليل الرجاء، رجاء دليل كيسو قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حوانا وصوى شرحني رجوح اللي إله ذا قفك إنو ضمعه إن أوحله وإحنا رجينا أيه إن أوحله حدي مركة وحس لقى رجينا أيه قف وحي حيسته رجاها سوح ليرا ورجاء طبيعي بالي رهنا قبل وحود كتير وحن كارجينا وقال إن إيتماره قفك إهواهم تا مثلا إماتن كاس و سبب ظاهر ولا إيمان كرواي ورجاء طبيعي. رجاء العبادة من اللي راه يجروه وقف منه طمعه وحو طمعايا وحو طمعايا لكن يا أنت وحكله الله أنت مجران أو ماركت لو دابا مجران ورجينا قفك مثلا عبر لبعا في ماضيه وقفك رجينا يا إن نار لغبت باديه ورجينا يا إن جنة لقليه ورجينا يا إن أنا كدع نصيبه مركا رجاه ما عاصوا كلاه وماركتي ألا إن لو قاري له يا واجبة هدي ملك اللوجي من شرك بين غنيسان اللو حور. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قفك رجينا يا لكلن كألا فليعمل عملا صالحا عمل ونكسن حسما لكلن كاس أركتد ألا نوال لغو لا قفك رجينا يا وان لغو لا مارت ونقشب ألا الله نقنا يا مركا رجاه نوعا سو كلا الله وحو اماني قفك قلبي سأو كوقمي هدي مركا وحو اي نقضان وحل اماني ووح رالي لغيه وحكره ليس مركا تعريف كعبادة وان سوى الشيء ان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهرة والباطنة. مركا وحي بماركتي الله وجعليه ورالي وكيه وحي نقنايا عبادي نقنايا هذا مركين الله لو قاري يا يا واجبة. ودليل التوكل، توكل كدليل كي سبحانه يحي وقوله تعالى لقول كي سبحانه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ألا كلية ثلاث سارتا هدياتي المؤمنين توكل كي يحي وشرط يحي إيمانك وقف كدن توكل ليه المعنى هو محي إيمان لقم بحلم بأ وعرفه شديدة مركة مركا جاري مجرور كي مركا لغه هرمريي فعل كي معرفتي كتعلق ايان وحكو جرا حصر وحلي راهد يعني توكل كألا كن يلوكو أبا ألا كن يستلا صار توان توكل كنا حكم إذا عبادين كقلبي كمعرفتي كو جرا لبشينا وكلان سبا وقفكي وآرنكي أبندقى ألا أبندقى إيه صوبكي أولي يميت أو سن ملع سنين مركو صوفك أولي ما ذا كدب أو سن ملع سنين أو سن مارت أم لينين إن صوفك أصوف مارت وحكيني كارو أو إسكي سوح وقبان كارو لكن وين نسكي إلا وصوفك والله ما نيسا إلا لك واجبين صوفك التي ما ذا توكل كنفتي سمو كميدي هاي إلا كيس قلبي قال مارت كحر ويسين وصوف وحكو كيني كارا اسم الله هيسين صوفك أصوفك مارت يعني دور وحي عود بو بهنية سيئو كل نقضة ومؤثرة ومعركة سامين تي لقربي كان مركبوه الرئيسة وإن معركة ماشي وحلا قبل لها أي صالح ته وصوف كمارت وقل لها هذا ماشي ألفتي وإن وح معارض أي سنجر ومعركة صوف كي مقاومين أي وكفر إيمان أي وإن سنجر مثلا هديان صراحة سوقنا الدول أو كلا دول واحد لسفرين
رسول قال له وحبير صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله أدوما الله إزداوه يبوير وفك بورك مسلم كاه موحد كاه داوه مقادنا يا صابت هو سبب الله يسفري لكن سوى كاس معها إلا ذا مارة كمية عفماتك كانت معها سوى عفماتك وحكوه منكرا إن قفك مارة باطن كيس داخل كقفك بن آدم كاه ومناسب ويهي أقبال دا داوه واستعماله مارك غاركم تلك قفك ديدة داوه وحاكرا مارك مباهي وح معاربا ما يسميه شجر وداوه مارة مفعول كيدي قرنا يا وحاكرا كم يمسل انت صعدان إن الله إدمه أو قلابة إن سبب كان ونقضه متسامين تيسله ومارك تي فايدة كان إذن كألي وحبك حريه الله مارك سوى كاس وحاوه وابطالين كرا وحما حفا إذا لهين بو كاس وصاري كرا وحما احترانا وكدي كرا مارك وين الله لا ترسارت مارك سوى كيو واللوين للي ماذا شيء مصابك هاي ولا ربي مارك تيكون مهما إلا وإلا يوحى جرى شرورا جرى إيا موانع مارك شرورين وين الله مارتو لما يسر موانع دينا أو الله ما يشم كعلي سيوحى إيه وحفا إيه ونغضان مارك الله مبادما كترسارا نسا كومنا بنانا إن تصابت اسكد عفتو آتران ومتوكل بنا والله انت لا سارت أموري غيرن وبندق على سافت الناس كذا فايا سافت وتحصل لكم فارين سافك إن الله تماذو يا لو فاري لكن يقول الله تماذو كذب إن هذا ملأ سنين سافك يا واجبة مركزات سافك ملأ سنتو والسر الله له ماركتي وحن أتقف ستي وحن الله تمديا وحقان كرا وفايدة له وماركتي أرن كان سامين رسمي كل هذا استراحة توحيد كذي وضع وعدي هدي سافت مركز ساف ما هالتراحة أنا وحين قنيسة مارك عقلي وأد وحكشتين قنيسة سرفت قاركم إذا هلك معاس وكلا قوام شركوا مارك سوسو قولي كرا توكلك ويقفك أمر كيسة أبندق الله وحانهين سيو قاركوا الله الشيري وأولي لغو الشباب مارك تايد ددك مريدين توداها ولسو علي كويري هدي واحدة بايكو قفصان أنيقا يحس انكرني وخلصك من كل شدة أقول أنا إذا محي هدي قفك مرك مريدك يا قلبي يسي وحن عاصو كلا أي قلان ومرك شدة كل عبا وحسن استمارة إنك يولي هاي وكدن بيلي ومسيرة البلاو مارتي كا فجين كرا وح قلبي ونو عاصو كلا كو تعلقي وشرك مرك ما دام الأسفرين على الله ثلاث سارتو توكل كاو عباده حدنا والله أمانة توكلك وقال له وحي رومية توكل على الله فهو حسبه قفك ألا ترسع أرطع ألا هو كافية لو أصعب بالشيخ واشهد لك مدام الأمانة معناه وحل رالكية وحل له بأي مثل من أسكو خلد مثلا في قيبة لو الشيخ وباب قارة لو عقيده والتوكل التوكيل اللي يرهده توكيل الكاس وكالة إيه توكل كفرق بعض الحياة توكيل كي وكالة قف بعد ما رأيتي وهو وكالة نساء وكلت فلان بالله في أمر كذا وحول بان ما رأيتي أسوه وكاش إنه معنى أنا النائب يقن نقضى وما رأيتي هو شيء قبط ما قرأت مركوا معنى ظاهرة لا كجرة معنى قلبية كمجرة توكل كلها كما عمل قلبية وعلى الخاص يا رمارتي واجبته ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شيخ وحن لي رغبة إي رهبة وحلي لا يخشوع وحدليل وألقوا جسمه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أنبياء ولا لسوا الشيكين أيضا صورة الأنبياء الكجرتان إنهم أنبياء لسوا الشيكين كانوا حيها يسارعون في الخيرات خيرات كون كدك دقي أهاية وأدك دقى خيراتك يوناك زمين تيس ويدعوننا وحيك لو أهاية كوى أنك النبرية رغبا أيقو صاحب رغب وحلي رهد معنى رغبا هو دونس قاروة رجاء خاصة رجين قار أهوال ورهبا أيضا مارت رهبا وصاحبا رهبا هو عبسي خاصة وقارهانة وخوف خاصة
وكانوا لنا خاشعين أنبوا أسوحي أهايان كوان نغا نو خشوع سن ومعنا خشوع أنه كنية لأن نغا يجاري مدونك يا لغهر مريي فعلك مارك أنبوا وحلوا أماني إني خيراتك كتك دي جرين أنا نعيبري جرين أي ورغبة أي رهبة أقصاحبة خشوعا على الله قاريا لك مركو عبادون لغهر علي رغبة واسي رهبة واسي خشوعا مركو تعريف عبادة يسوى قليسا اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة خشوع مركو واهوس اللي قد يسدو اللين في منهجي أونلاين ما قرأت سوى مركو عبادة قلبية وعلى ركي سادتك قاركوت مركو يكو اعتكافا عن قبورها ايو اتكن مارت قبورت عابدا وحلى ركي سا ان رغبة اي رهبة اي اذا ومقانيسو اي خشوع خشوع انواع محي وحسلوني يدقناشو ما قرأت اب ماركت زيادة واه خشوع رسمي ماركت ياتك اركي سا ومكي سلاد الدكان ايان اذنكو اركيني مركو احنا عاسو كلا وعبادة وعيلة رواء لك أن ينلو خلصه يا ملك لا لا آذي وقبر إيا ما يدنتي ماركت يا خشوع نعاسه كلا إيا ماركت حبني وماركت آب وحسلا إيا أكتس بقصة من عيا هي ودنا قلبي يسي قفك كوخن سنطة كجرته دونس إيا ماركت رغبة إيا رهبه وأنا خطر أمرك إلا سكيل على شيء واجبته مركا ويدعونا رعا وراه ومركا لله هي دعاء ما يشان وحي كنا سنة دعاء لبعض هي دعاء المسألة سنة هذا كور بسوى الشيء جنة مركا قال لي برواوان ايوه مارك تي دمعا ايوه مارك تي رجينا ايوه وحا لا كيسا وانا كعب سنة ايان اقافك قال لي ايوه مارك دلوك تدن وكعب سنة ايان وفكم من كان وحا واجب كواه ايوه مارك تي عمل فالكي سيينتو الدون كان و الله عبود آيه هو بحاء وخوف رجاء مركة طاعة الإيمان سيدنا أترجى مارك تغلبته سيء وقفك مارك نشاطه بها لطاعة وقالوا الرجيسين الله كعب المرنى يؤاد جنك وهليس الله نوكا أقبل آيه حدي مارك معصي يوحنا عاصو كلا إن يدك أقشنا إن جانب خوفك وقفك رجح يا واجب سيء مارك وعرره معصي ومارت عقاب كذا وقبت باله ودليل الخشية خشية ومارت خوف كل سن وغان شل وقهي ويانت وين يقف قد كعب سنيس يسلطان كيسو ينو مدلا ماسترنوية الخوف المبني على العلم بعظمة من يخشاه وكمال سلطانه يشعر نعتمين وكوب سراب قالوا عيرو إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخاف الله حتى على مدين وعلماء المارة القرنية سألوا ويني دي سيئ كمال سلطانه خوفك مرك وكخاصنته وكسي خاصنته خوفك هدي الخوفك عفسته هذا القرنية مرفك سمرك وحكم مكوه سمين كرام السمية وأول من اللي يوحى من السمية أدادا كالقراني مثلا خوف بالله إلى كاسو كلا أداد ثقف كعب سنة سأدو اكتنين وأولك من اللي خشي اللي إلى أساسو شوقه بسرعا مركة خشي دي واحي مارك تي أحكام تحقي إذا لو أولتها خوفك هو خوفك السر عن شميني خوفك طبيعي قاها ما قرأت هل كاسا مركة شريحي إذا أدرها سنة هذا كوران سعمرنا ودرسي قهرة فخوفك وكجري ودليل الإنابة قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له مرك فلا تخشوا مخشوني قوله تعالى وعلى يرمون تتيهر ان لميسرين خشيه دليلك يدوى محيلا قول كسير فلا تخشوهم هكعب سننا ايه هكعب سننا كواس كفارت واخشوني انيك اني اقعب سبا ودليل انابتي انابة دليلك يدوى محيلا وقوله تعالى لقول كسير وانيبوا الى ربكم واسلموا له ربين النقض واسلموا له السيك لي أنه كان سما إنا أبو مركة
وقلبي ومارتي كان نقضى وحال لك صهري وأم نقضى لك لئة قفك أدانك أمرك قلبي يسهدو ألا وحان هين وكو تعلقه قلبي أسمثل وكو تعلقه وحو كتبي وحو كو تعلقه وحان هين ونبو فراهك قالي وحونا أم نقضي وحسو قلبي يسهدو تعلقه كأسمرك الشركي من قنايا وذلك قارك وذلك قلبي وذلك تعلق على جل مارة كو حرية أما أولي يوحنا عاصو كلا ووحك لأنتو يسكبها فقلبي يسو وحك ودام فارغ كم نغضى يوشي إذا كلمة كو تعلق سنية قلبي يسو كو حرية مارك رجوع عاسي مارة نقشي أس قلبي يسو النقان عايو ووشي إذا سو النقان عايو وحك لأنه يسكبها فايو وحا لا صعطة تعلق بها لصعدة رجوعي رجين جعلاش ومحباه يخوف وحسنا بها لصعدة فقلبي يسوى حسب كوكو معي مركين أول وحي نقطة إبادي نقطة وقال لذلك يوه فري إنابو فري واني وإلى ربكم بالير مركو أوله رأى لك يا وجعلي هاي ومرك إن ماركتي سبع الوعى بدأ أي واجبته آيات قال الله وحي اللي عليه توكلت إليه ونيب نبي الله الشعيب يا الله وساك الشعيب لكن أنت لا سارتي أسألك إنه أنه نقنا يا مرك إن أولي إن أسألك الوقار يلا أيو يا آية داسين إكتو سنيسا وإيطا عبادة لأن الوقار يلا أي واجبتا وأن ملك الأمارة للا آدم شمال كنين يقول لي هاي إن أولي وحي أدوه هاي طوبدي أدوه هاي لكن هو كسي رقيق سنتا وحا كوكو يجربو كل لي ألا وسك الشديس يا ما ركت يا سجى لو مجوا ودليل استعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين استعانة دليل كيذن وقولك ألا أوير إياك نعبد ألا كل جابنك عبدينا وإياك نستعين كل جانا وكلو جسنينا تعبيرك عربي عادي أهان نعبد إياك وكل نقلها وفعل كنتي لهر مريم فعلك الأكو حكسده ونستعين إياك ونستعينك مثلا ليرا هذا كلوا بانكو كالو ويدي سنين لكن ضمير فصل يا مارته ورى الله صادق فعلك وكبن بايا وعملك أها مركم عملك مركم لسوا قديم وعكاني سحصر وحليرا أنه كلوا بانكو عابدين مركوا عبادة دن. عبادة دن مركوين ألا كلوا لك ليرا وإياك نستعين وعبادة خاصة قالوا كل ذلك قال مويدي سنين وفي الحديث حديث كنا وحكو جرتي إذا استعنت فاستعين بالله هدي أب قال مويدي سنيسو فاستعين بالله ألا كن يكال مويدي سو وقال مويدي سشد ألا ككوب مركة استعانة ومركة يكوب للجران سيد اللين وأبانك مثلا سيد اللين آي وربنا سيد اللين آي وأرهن كودان سووا بندوا آي الله ينكفر إيهن واعتقاد سيه هاي استعانوا معاسوك لوا الله كريه كوغارتا دليلك إنه آيدا هذا وشيخ الشيال هذه استعانوا معاسوك لوا مركا مركا ليل لحيان وحين نقنسها شركي ونقنسها مركا الاستعانة مركا محيطة معنيه هو طلب الإعانة هو كلمة ويديسة شديد حدي مركا قفك كلمة ويديسة قفك المخلوقة وحق ويديسة أي تهي وحق قفك المخلوقة وأود الليه وأسباب تظاهر كاهي وعالم الأسباب والمسببات مركا اللي قجر ماركتي طبيعي كاهي أي ماشي تعالو ويش نغفك وأود ولا يهي هو جائز بين قنيسة هدي واحد لسوك على ميسانا ايه بر يسمى فلي وناك وقفك كلمة ودي سنة يساق وبنان تهي قفك وحمارة كلمين اينا مشروع بيوتهي تسأل الله ونفرق ويرو وتعاونوا على البر والتقوى سمفل إيو مارتا خير إيو ناد إسو كالميستا إيو ألك عفسي هديو أهل إسو كالميستان آيه تاي دنبي وحرام
وقفك كلمة ديسنا إنه وحات البدنة وما بنانا قفك يوح كلمينا ينا إنه وكلمة قفك مارة معصية وما بنانا فقال له وهر ولا تعاونوا على الإثم والعدوان بنبئي مارة قردرسي حد قدب حيث كلمة يسننا هدي مركا وحا لسو كلمينا يتواحس كم واحنا قفك مارة كلمة ديسنا وما بنانا قفك يوح كلمينا ينا وعدها كرتا إن أسوى اللغة أبا المريء إحسانك وضدك كالأسمي لغة أبا المريء سوط الله هو أحسن إن الله يحب المحسنين تنسد حدوح الله يا هاي شغل عثيمين وقف المكلمة دي استقفت ماركتي مخلوقة نال حاضر معه كل الجوغة لكن واحد يدي سنة سنة وضو لهين تسوى الله من مولي واحد إذا مرها وقفك كلمة ودي استقف أل تقدرنا تبر لهم يره روح عرس إيقات وهذا المارة لغوية ثم فرق وقفك كلمة ودي استقف مثلا داد بنتي دادك بنتي وحلي ودي استقف كرمال أما قطن البوح ودي استقف أره المارة غيبة ومقن ومارة أيسا لم يباشرون كرين ويسا قعنت لقيني كرين عالم الأسواب المسببات كبحسن سي ما عرف ما بنو سيو كلا يين فوق السود جي وإحنا عاصو كلا يتكلم كطلبت كاسوا شركي بمرك اللي حقيقة من وساس سألت أرين تسوي كده عيسى قف وما رت يو يتقاس قف كوا حن كلا كطلبايو إن ما رت وتصرف هي ما رت ما من القرصان وأبنك كله وصدا وصدا روحي لك وهكذا لو جرى مركا إلا كالما يستو أعمال من قرأت إيه أحوال إلا أمارة جعلية فأسوى مشروع سيدا مارة قال له يلوك لو استعينوا بالصبر والصلاة كالما يستو صبر كي صلاة لما يبوا عباده ولا عباده ولا كالما يصنعي ومرتاج الدنيا ومرتاج آخرة لبا مارة كو كالما يناي فأسوى مركا ومشروع ودليل الاستعادة بالله يا مركز الشيخ ماذا قال كدليل كيسو قوله تعالى على قول كيسو ويقول أعوذ برب الفلق وحتى هذا رسولك ولا خطابا صلى الله عليه وسلم أعوذ وهم ذنقل آيا برب الفلق صبحي وبره على غضبا رب يسوى ما ذنقل آيا لو آيات الله وين وقل أعوذ برب الناس بذكى رب جوان مدين قلايا مركا عيد بفرق محاء عمارت على لغا مدين قلايا من شر ما خلق وحاقوا أبو ري أسو شرط وذا من شر له ومخلوقات كيسا كمية شرط وذا يعني لك مدين قلايا يا الليلة تنضمنا محاء لغا مدين قلايا من شر الوسواس الخناس شيطان كيبا لغا مدين قلايا فذكى قلب وذا وسواسنا مرك استعاذ وطلب العوذ يعني ما قال قال لو يدي استوى ولا طلبه إعادة مرك محيطه ووح مارة دبعة ومارة لقاء العليو مرك غفك مارة وحمدين قلايا وحو مارة إلالو إن مارة وحي مكروها وحي دبعة لقاء العليو وكطلبها وقفك ومدن قلايا أيضا هو المعيال في ربضان مدى هو الرئيس الله لما ذنقله وحين قرآن سنة سأكون قد جرى نقفك ومارة موجيه باهلة وألا أوقبه ألا أوقبه إنه ألا أسكره هنا اعتقاد سنة وألا كفي لن يهي ومارة وحوال بأو ألا كإلى علينكار وعليبه وحسوح وقت من جوابه هنقضان أم وحو مستقبله هنقضان وحسوح وين هنقضان أم وحيار هنقضان بشر هنقضان وحال مارة لبا إلى علينايه لقام ذنجلنا أنه نقضان وحن بشرهين انت بقى لو كان مذنجل كرا تأسمرك هو مذنجلك ألم لما ذنجل أيوة نوع اللبات وإن لما ذنجل مرك الصفة صفاتك ألك مذا سيدا كلامك الله أكل يعظمني سوأك أعوذ بكلمات الله وطامات وصارت أعوذ بعظمتك أنا اغتال من تحتي صفة لله هو لما ذنجل كرا دعاء المارة مرك مال إيكا حنون ستوء أكله لآخرنا يتدبع الجار ورسولك صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجده حاضر
إذا قال لي قدرة جسيان ما من قرايا وحن كما من قرايا من شر ما أجده أحد وحن هلا وحنونا وحن كدكتونا يعني ما أشرته ذا كما من قرايا والله إذا ديس هذا هي مارة حديث بكو صاررت ودليل الاستغاثة استغاثة ودليل كيد ما تستعاني يا دمه كنا قلنا وأقفك أو ماركتي مدن قليم طلبة أو أعوذ بالله مركة الله بحلله ألتجئ وأعتصم وأتحرز مركة إلى علمبا طلبيسا وحوحكا إلى علمه يا طلبيسا وعبادة قلبية ومركة قاركوا أن دعرك وقلوا وقصوا أعوذ بالله مركة الله بحلله أما مارك تهديقك ومشركه وأعوذ بكذا والله وحكا لأو ماركتي مدن قلابي مركة قاركوا بحد يكرتين على الكوه اللي مبوح وهو قلبه كقم إيهن مقرأته يعني إلى علم كسا طلبه سوء التجاة وسيء تصام كسا قلبه كقم آية ودليل استغاثته برقار طلبك دليل كيسو وقوله تعالى لقول كيسو يري إن تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أبنت عن مركة وحيدة عليه غزوة بدر ورسولك صلى الله عليه وسلم وأركي ماركتي قالت إني مسلمين تكبرينهين كن بإهايين قالوا مسلمين تنا سدح بقلية دوري طوان بإهايين ما العريش ومك رسولك قالي مركة رسول مالك ألا بريي اللهم أنجزني ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض هذه حلالا مارك مسلمين تأيه لك ثمان وبابان نلك الوعى بل ما يليه يا الله وحي عدي وبوهضي ماركتي السيه قالوا مركة مارتي كو استغاثة وقرقار كبالباي وقعمي سكر ورسولك صلى الله عليه وسلم بقى الأب وقدارات إلا أبو بكر مارتي وقالنا حديث أرنتاس ويراه وكو فلانتا إنتاس قال أنا مارت وكو يبا وكو فلانتا أنا القاعدة الساسي كو سودكت إن وقتي تستغيثون ربكم ربي من أب قرقار كبالبايسان مرك الرسول كسب جار مارك استغاثة مرك أود الباي فاستجاب لك مرك الله وإن كايتي ومارك تي جرجار كي أطلب يسن لين كي جرجار قالدي الله وإن كأجيب وإن كيري وقالدي أتكات كاتين مرك استغاثة محل ولا لا وجرجار طلب كيس جرجار كون مرك محل ولا لا وأن لب هي هلاك ولا جابت بعدي لو بمو قيب سما الله لا استغاثة له مركو أنا أعماش كونوا فضلوا البرنات بكاميديا وأنا متكي رسوش سمين جلوم وأنا قصير أبدا عن شيء إنه بدر مارا تكدع عليه وهذا دو إيكو سودكت ما على بعض الاستغاثة هذه مارا تنوي استغاثة قرقار لبطل بضب بنتي أما ضب مال لكن غايبين كافة عن كل الجوغل وشرك صوت وقفك اسمه اعتقادي ان اي التصرف مارك قرصان يكون ككليه بل حتى مارك اي وحو اعتقادي ان صفاتك الله كالإليه وقفك اسقبر يكون دوبانا مثلا لو كنا كيلومتر كوجرة اي واح لم يدأ انو كمغلا يا مارك غارك اعتقاد سنتا وقفك مارك اي شركة خدعا يا وحا قلب وذكوقا مارك غارك انو مغلا يا شيخ هل كاس كدوباني هيو هايستان مارك مغل كنو عاسو كلا هير كاس كارنا هذا هو الله إسكالس تلمان تنوع عاسوك على واحد بشر ولا يا ما بشر كما قال كيسوا كورنيا هاي هرقيسوا ما كورنيا مركو حي إسليين وانا من أركا ولي قاسو ما قرأت وانا إذن مقلابي إسليين فاس مركو الله محمد الصفات ألا اللي هاي وولي الإسليين قنيتا أركا نقف مركو وقف بشر بنتي وساك اعتقادي أنا قف نول وغايب نكا وساك اعتقادي معناها رب المدي وقف كسي قال له وحيور أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وأكون ما ركتي مثك قفك لنبقي المي أجيبه حدو بريه ومرك ويستغاثين وقت قفك مرك لنبقي المي أب وما رتقول لي بتوضه دعاني سوء لأجيبه وإغاثه دعاني سوء استغاثين قنيسا وأكون مدكاس ويكشف السوء حنوبنا مركب فيدا ويجعلكم خلفاء الأرض إن كدقا أولاهم مع الله قليلا ما تذكرون مركة ألا أمبارنتاس إسكاله
قفن الله وقفك مطرق أهو دب مارك أهو دبنا دعيس أجيب كرا نجره اللهم با أجيب كرا حمدنا اللهم با فايدة مارك عيدة صحي صدح ده شيء عيدة مارك تيكوهر ويكوه كدن بايا ومارك تكشكين عيا وحيابه ووي وخلقي الله ومارك لقارك أها أوكال رزقه لقارك أها أوكال أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وقلت هي أيضا مرت مع سكلاها هي دهل وجرتها مركو وحيابي الله لقارك أها يعني إغاثة وحيابه وألا لقارك إياه مركو تاسمارت وانا حرام وانا شرك إن الله غير كيس ما قلت لو بريوه وحاني أودوا لهم أما سبب أموالها بنتين لبريوه وحلو يديسته أما قف ما عرفت النور لكن كان مقناد وحلو يديسته سد حلاس الشيء يا ما عرفت الشرك وصوى كلام وحلو يديسته قف بنتين وحلو سوحي دونها النقضان وحلو يديسته قف كان مقناد وحلو سوحي دونها النقضان أما هي رأينا ما هو ينادان وشرك واحد وحو يديستي قف مارتك ولا جوبة لكن واحد يديسني ساء اللهم بأوض له سنو مارت رب سيدي جنتي عاف ماتك مع تحيي رزقي يوه مع عصوك لها في منهج بابو كاسي مارك اللي هذا كو قف مارك هدي قف مول مارت اللي جوبة وحالو الأسباب والمسببات مارت كجرة ومارت وحو أود الله هنا مارت أدو يدي سنسو تاسي وابنانتا واسمي كالمو يدي سشدي وقال وحا بعد قصدي نقول له موسى فاستغاثه والذي من شيعتي على الذي من عدوه يعني نقول له موسى لنك انك لأو ندي رواي إنو مارت كد عنكره واسكم وقنسة ووث أود الله نقول له موسى وليه مارت يعني حقه لها وقالت وفيرك وكل افتوه واكي لنك وولنت مركو وحا سواوه أود قف الله هاي وقف حي أهل النوال هذا أنا حاضرة وكل جوة هذا أنا قدرة له فهذا هو جسد مركة الصغاثة الذي من شيعتي والذي من عدوه تأس لفظ باسع مركة صغر وراء ودليل الذبح قورع دليل كيسو وقوله تعالى لقول كيسو يري قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قورع مركة وحد دليل أه هل قول كيس أمير معنى قورع إنه مثلا هي عباده لو هو مركة ورغة وشيخ الصبوة محي وحيانا وصوى الشيء ولي الله هو قاري هنا عباده يقول رأي نصو إنه مركة قورع وعباده معرفة النقبة وحد دليل أه لقول كيس أمير قل وحد ترى إن صلاتي صلاة ديدة عنده كناية يونسكي قورع إيه ومحياي أنا مارتين نولين تيدا ومماتي دليل ديدا لله اللهم بأسونات رب العالمين مخلوقات كنا رب وديها لا شريك له وحكى له وضابا من جران وما السنة حمرك وحرم عن الشريك فأيضا معه ونسكي مارك نسكي اللهم بأسكاله ومن السنة حق السنة لنا المارة قورعي ويهي وعباريه وحاو دليلا لعن الله من ذبح لغير الله رسولك محمد صلى الله عليه وسلم الله لعن الله وان حديثي سكفه قف كي مارفته الله وحانهين وحو قورعه ومركو وحو قورعه ومارك الله وحانهين ولم يسيني مركا ما دام الله يسكر يا بي إن مارفت الله غير كيس وحلو قورعه معنى وحين نقنيسا الله وحلو قورعانه إبادي نقنيسا الله غير كيس وحلو قورعانا مركة الشركة بين قنيسة ذبح مركة محالة إرهبا ومارك نفكي لقورعة وليقي لبابابي سيقارة مارك الوقلة وأحكام تلوية قانة سدح نوع نوان مغلا قورعة إنه مركة قفكي عباده ورجيده عبادة هم بودعة وقفك شخص وحلو قورع عيا لمنين عيا ولو تجلل عيا ولو قدوان عيا كاس الله مبارك حقائسك له سيدي مرت الله وجده مبارك الله سمين كرام
الله هو كسيدي لون لحين مرك جورا عاسنا شرك وين بين قنيسة شرك أكبر بين قنيسة وحنا ودليل عودي وشيخ الشيخ قلنا صلاتي ونسكي ومحيا وماتي الله رب لا شريك له بالير وبذلك أمرت أنا أول مسلم كلنا بعد هنا قف كمارته كم عموسا وقف مارته مرتي وواه ما قرأت أما ولما تعرس وسمعي سنة وواه أراس وحنا عرس وقال وجورا عنا تاسمرك وواحد لا يسفري مرنا واجب بين قطع الله ما سنة نقطع سوى رسولك صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وفق مرتيسة حكى رامي وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن عوف وكير أولي ولو بشات من كواء قرسلي مركز وحال ويري ولي سمه ولي سمه وواحد مارس كولي سنة سارها نقران ريك ليها نقطة رواد قورا عليك ليها نقطة والولي السماء مرقايم هو ماركتي وحشي مشروعة تنسى دحات قفكي وهو ماركتي كربا ونبا صبو كربا وحو الناس كانوا قراء وهلبوا كربا أمين مكقنع سوى ربا أمين مسكي سوى عنو ربا تاسمه كواس كمباح قال له وحو رولا يرو أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا أهلهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لكن واحد لا قشفة إنه لا عونا درتي هذا وش يسكن واح يبعد يقدر تمرك غرفني واح ما رت مرلو رأي نقدان هم واحد لسكره رأي نقدان حد بوح واحد يوصله ويهني كوجار سينايا مرك ذبحي مركي تقرب يتعظيم يتذلل يوحنا عاشق له الوجه وين على الوجاري هذا هدي مالك له الله حيا شرك بين قنيسة ودليل المدري نظر وحال إراء وحسك اللازين دليل الكيسو وقوله تعالى أن قول الكيسو يري معنى من عبارية يوفون بالندري نذر كيبي ماركتي أوفيان ويخافون ويكبق عن يوم مال كان شره مستطيرا شرتي سوية متفافصا وشرتي سوية فافصا وهو متعامل مرك عيد سيكون تسيس مرك إني عبادة تهي الله وحكوه ما ندت كاس نذكي أوفيا كاس مرك وحيك تسيس وإن الله وجعليها وفين تاس ويحا الله وجعليها وعباده نذكي وحمرك سوقلك العبادات كوردان بأس وقلك هدو غفو وعبو قدقله وأس كل لازمي يقفك ثم ليقضوا طفتهم وليوفوا نذورهم بالير أيضا ما رأتهي لبشي كينا يعماش حشك نذر كمرك وحو كلام نغضاء قف إنه نفتي سوى حقوة واجبية سوى سكون لازمي وإن سكون واجبين على قف كيت الله أطيع اللي أطيع آي ومرك وران واجبك أهين تاس مرك وحو وحلقاء وحلقاء حبوين ونفتي سوى حقوة واجبية سوى أما مارة طاعة مرك وران واجبك أهين وسكون لازمي وحلقاء في عين صوت رسولك صلى الله عليه وسلم ذاتك وحكر يا وين ذاك ويحير إنه لا يأتي بخير وإحنا أبن نظر إيسان خير لمن ما ذو يجري وخير لين كين ما وإنما يستخرج به من البخيل قفا محبحين وهين أول يا مارة إيسان ونقطعين وحبحين أيها نقول ساسي هذا هدو غفو ندره طاعة ماركتي وقال له ندره وأكو واجب إيسان إنه طاعة السماء واجب وأكو واجب إيسان رسولك صلى الله عليه وسلم يحير من نظر أن يطيع الله فليطيعه قفك نظر إنه الله أطيعه هاطيعه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه كاسمرك أصل كواد بؤها وأهي معرفة رب إن ألا معرفة لغو أقوان صدى نعمو إن كاسمو نوقلي هي آيات كيسي مخلوقات كيسا لغو أقوان صدى كدب ما دام سووا نابورا سووا نارزقا إذا أول وخلص إيه أفراد فربضان إيه النوع إيه العبادة الكميدة وشيخ الشيخي إيه دي اللقودي ويواجب تأينا لك ولك اليارة الكاسة مرك الله صباح أصل كلابات ومعرفة دين الإسلام دينك إسلامك أولا برطولا أقوان صدى بالأدلة أدلة لغو أقوان صدى وهو الاستسلام لله مرك إسلام محال إيه هذا
الاستسلام لله وان لم عرف ليس ديبه بالتوحيد التوحيد له هوغانسم والانقياد له على له هوغانسم بالطاعه طاعه له هوغانسم والخلوص من الشرك يا متن ذاك القران لكن ما رأت متونك لأو معتمد إيا شرح شابن الثانيين حقوقا والبراءة من الشرك وأهله أيضا أنا كم ما رأت وأنا أكثر حق معناها والبراءة من الشرك الشرك اللي قبر النقضة إيا وأهله شرك شرك جاء أهل كيسة مركا قفك مسلمك أهل وباهي إن النقضس يقف ما رأت إسلوبي أوكلا قفك مسلم كان وقته هي أجارها كم مقنعي يو استلين يوحنا عصوك لك مقنعي مركا قلبي سوى إنه السافي النقضة اللي هو سلي بي مركا الإسلام لله دي لي رأيه الإسلام وأسكم معنا مركا وعلينا به وقان سنتو وربنا مدي أبو قرطو مغيعي سي سباتي سأدو قرطو إذا هو أبن أدو خلصتو وكلي سأد ماركتي إذا هو أبن جيزيسو مقدر قفك هلا وذا مثل قفك جان سن نقضه وقل وحي مارته شرعية أمر كي نهي ذا مارته وقل ووحي لهم فرينا فرطول ما يوحي لك ربنا كجوك سنائي وابو مركاسي كان صحيحة اللي وحي لي قل أطيعوا الله والرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم الله رسولك سأطيع هذه جيستان مركآني هقان سمين فإنما عليه ما حمل رسولك وحسار الأول وهي سأل الله ساري فلو واجبه وما رأت رسالة ذا وعليكم إذن كانوا حين سارا ما حملتم وحلا من سارا ولا دوشا لن كثاره لن كواجبه هقان سمين استسلام مركو البراءة من الشرك وأهله مركة لله شركي أهل كثيرين لقد بري النقضة بري النقضة أصبح أصل وأه نعيد نعباش أب نعبات كارب كفري شركي أهل كيسة لولا نعبال مركبوه مقاسي نعيد كاس قلبي يكون جروحا صورا عيسى لعليتا ما لعليتا إيه إن قال لما لو حكمي يكون ألا قال لما وكو حكمي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يا ألير وقالوا ذنكو يرمارتي ألا هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كوير ماركتي الله سدح بو سدحية أو كي سدحات كوير كوير وقالوا بأليه وصلصوا كو حكما يبقى رسوله كو حكما فقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا في آية كلاف ربنا وقالت اليهود عزير من الله وقالت النصارى المسيح من الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكم ساسا لا يشكي مركا إن مارت قال ولا حكم كوي ألا قال له أكو حكمي طب وين بمركا رنت هذا كتحرج ولا ما ردت كان مربع دي كتاب وان لوش يا غي وهل كتابنا مثلا أيين وان من كتاب أيه فين جرين كو قال لي كون ما كافرين هذه هنا أديان سماوية ولا هي سنة إيوه نوع عصوك على حد صباح وانا ورقة أبو خريوان ما قرأت وحي الله ومارتي قال له كل حكمي قال له كل حكمي أدونا ما قرأت كو مركة برادي محافل مها وهنري وبغض والنعيب يعني عباش قد نعبت قال لي وحاسور راعيس الله يتعالى الله يتعالى الله يتعالى يعني قال له كل حكمي سكو الله قال له كل حكمي ما قرأت يقول له لبدا قال له قال لي مركة مشروع عرنتاز نقطة وقدري وكان لها له ما قرأت وشروطه أفسنته لرب دوالله مقاله تاسع كهك تأيضنا مركبراجي وحا أصلوها من البغدق ويصور رعيس الله يتنكاس يتكفير من كفرهم الله يوم قاتلتهم من بشوية ذلك كو والبرات من الشرك وأهل يموت أهل الشرك طاوت كمركلو كفر أيضا حسوه قليسة نعيب كيسة إلا الله يتم أهل كيسة وما رسل تكفيره يوه هو كل شيء على الله ما هو كل شيء تكفيره ما هو هو كل عبد الله هي إن رب العالمين أمر كي مشروع أي نقطة تواقيتنا كلام دم كل شيء دونا ما رتر أوس تور تفاصيل شنو ما رتر تفاصيل شنو سلاسنا رمضان بيوه حلان أفكر بكتير في الشركة من عنبا
مسلم معه إسلام نميس معاني أنصحن واجب إن شركي قال نعو أهل كيسنا نعو قليت أن أميشي جرو هدي ماركتي إن لبقى لمن نقطنا حد أنت تبرتي ستاحي وماركتي وكود أغم دينك وكود أغم غفك وبركي دوالكو دو مشروع ونقضو ووقتي يدين لقار ولبقى لما قالك وهو ثلاث مراتب وأنا سدح درجة معنى دين الإسلام يا سدح درجة الإسلام متكوه رأي وإسلام درجة الإسلام كوه والإيمان إيمان والإحسان إحسان وكل مرتبة لها أركان درجة كستان وحي الله هي أركان بي الله يتيرا إن كنت هذا أنت ما قرأت فأركان الإسلام خمسة أركان الإسلام كواشن وحديث ابن عمر يا شيخ أبو قال لم يكن دون سنج على بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وشن تاس وحياة وضوء وإسلام قال لس قريب لقراء كحق لوعى بذا إن سنجر كون كان الله موبي ومك عبادة نقمد الله كليه ويعبادة سيحقته وحق لوعى بذا إن عبادة باطلته أيضا ما أردت أني من عبادة وأن محمد رسول الله نبي محمد نبي رسول الله ويقام صلاة صلاة دي ولأوبه ورسول الله ما أردت أفر اللي يدكده ويتاء الزكاة تكده أولا بحيه وصوم رمضان بيش رمضان أولا صومه وحج بيت الله الحرام إن لو قصد ما أردت بيت الله الحرام كعبالي لو قصده وما أردت لو أقول قصده عبادة لبسه عبادة إيه ما ركتي أماكنتي لو تلقى لإن لتبع عرفة إيه ما ركتي إيه غير كذبة حج ما ركتي لو قصد فأركان الإسلام خمسة كبيرة مركة يعني حديث كمان هذا الشيخني شيخ مركة وحاوه الأهم بو الشيخ فأركان الإسلام خمسة وشانش شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله فدليل الشهادة شهادتي وشهادتين كلا قوضوا توحيد كلا قوضوا دليل كيف هو قوله تعالى لقوله سبيل شهد الله ألوه ماركتي كم ركعي أنه لا إله إلا هو أنه أمر كيشان يقول إياه لا إله كحق الوعاب لأن يسجر إلا هو أسد موي والملائكة ملائكة ويقران وحكو عطفنتها لفظ الجلالة ملائكة ويقران إن ماركتي كحق الوعاب لك اليوية وهو العلم أهل العلم يقولون والقران وهي قران أيقونا إن كتبت حق الوعاب ذا لك اليؤوية من حق الوعاب ذا الله هين وسنجر قائما بالقسط ألا سوى كتابا عدالة لا إله إلا هو يهر سيات كان إنسان كحق الوعاب ذا مجر الله موي العزيز يا مارتي غير كسكات كهذا الحكيم يا فلسن هو هو البماش مناسب كاهد دجية ومعناها مركة لا إله إلا معنيه هو محي ولا معبود بحق إلا الله وحده كل حق الوعاب ذا مجر الله مبي كليس سواء لا إله نافيا معناه وقفك أنفنايه جميعا ما يعبد من دون الله هو حمارة ألا سكريس العبود من هو أنفنايه مثلا لا إله إلا الله لا إله لا إله مثلا لا إله واحد أنفني إسان وحا لك صهري العبود هذا لم بد أنفني إسان ودي بنته وضفر إسان ومجرا الله وصحنا الله وباطل الله من المضمع الله كواس العبودة إلا الله الله موي مثبتا معنى قفت إمارة أصوى السوء العبادة عبادة لله وحده لا شريك له في عبادته هل لكم يسوى السوء عبادة عبادة سنوح لولا رئيس جرن سيد إمارة قال كما أنه ليس له شريك في ملكه سيد الله إمارة أوسن الشريك يوح لولا أوسن ولهين ملكه جيس وتفسيرها وحنا فسرها يا مركة كلمة التوحيد الذي يوضحها تفسيرك فسرها يعدينها يوهيها قوله تعالى ألا قول في سؤير وإذ قال إبراهيم لأبيه وإذ وقت حس قال إبراهيم نبي الله إبراهيم إير لأبيه أبيه في قومي قلني سؤكير إنني أنا براء متكبر أهبان أهي وبنام بانك أهي بنام كانك جواب مما تعبدون واحد أذنك أبو إيسان إلا الذي فطرني كياني يا أبو ريم أوهي وأنا بارك النقرين فإنهم هذا الله سيهديني ويهنون دونا وجعلها
الله وحو كيوالا كلمة دي كلمة باقية كلمة هرتوبو كدقة في عقبه دلاشيس نبي الله إبراهيم لعلهم يرجعون وهملون يدكي إن النقضان وحق أسوى النقضان مركة بريء وكحال دار براء مركة ليرا براء كحال دار وحق له دليلة وقوله تعالى لقول في سجر قلوا حكرا يا أهل الكتاب تذكي كتابك صاحبك هايو يهود ونصارى على حد الله تعالوا وكالي إلى كلمة كلمة هو سواء ناصما بيننا وبينكم أنا يؤذين كده حين ناصما ما هي تهي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إنا ننعبد الله موغي ألا نعبد إنا ننعبد إلا الله ألا الله موغي ولا نشرك به شيئا عبادة سأنا وحب الله ولا جمل وكلمة التوحيد سيئة ألا نعبد إلا الله معناه لا إله إلا كجرت ألا نعبد إلا الله إلا الله ذا كجرت ولا نشرك به شيئا أن لا إله ذا كجرت لا نعبد إلا الله ولا إله به إلا الله معناه عبادة سنة وخلصنا ولا نشرك به شيئا ما كو عبد الله يسوب جليسا نفي هدي إثبات وكذب إيماد ألا نعبد إلا الله معناه ألا كان يعبد أول إلا الله ذا ما في كتسنة إيسا ولا نشرك به شيئا معناه في كتسنة إيسا لا إله به وعبادة يسبح كله ولا يجي من أول ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يعني قاركين وسن قارك كلك سمي سنين ربي يال يخو ولا عابد إن دون الله سكديس فإن تولوا مركه دي ديدان فقولوا حتى رهدان فقولوا حتى رهدان اشهدوا كم ركع بأننا مسلمون أننا وإننا مسلمين هنا الله وقعوه كان سنة تأسمرك وقيل تكسى سنة لا إله إلا الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قر الله قر نبي الله محمد يا رسول الله صاد دري ما قرت أخبار ما ركتي حق لا صادري أمر ينهي ما ركتي حكمة كده هانتها لا صادري وحلا وحيدة كمسلحة يكون جرتي ويبه ناين لا صادري دليل كسوة محي وقوله تعالى لقول كسوير لقد جاءكم وحائديمت رسول رسول بأيديمت ومن أنفسكم أذين كنفيال كينا كميدا ما أنها الله عربي وقريشية وأن سبكيسة هي مارت شرفتيسة آد قال نيسان عزيز عليه وكعلوسيه رسول كاس ما عاندتم وحيدا بضع يا دينك حريص عليكم خيرك إذن كل الدلالة بالمؤمنين رؤوف الرحيم معناها رؤوف معناها شديد الرحمة بالمؤمن المؤمنين رحيم النحرست نحرست معناها إدارة انتهى رؤوفك رحيم النحرست مؤمنين رسول صلى الله عليه وسلم تلوان في ساساسة ومعنى شاية أنه في رسول الله عليه وسلم تسدل الكبه يهدمه وطاعته فيما أمر يعني إلا يياله وحقه كفره وتصديقه فيما أخبر وحقه الشهرين لو الرمايه وحقه كان خبر عليها النقضة وحفري وغيبه هرئي وما رتين ولا آدم أحواشي سيامي كلها كذا شاكر عما النقضة وحف مستقبله وما رت قيامه ما رت وحسوا سعوده علامات قيامه هي أهية كل وحلو حكوشة وخبره هنا دورنا يسال الله بان يديك الإيمان كبر ما يستلم ما وعنا كم جيران كو ويحو مركو كفر وين أبيش ويحو كاغا ورمينا وخبر وكسو قرسينا وين دور ما يسال واجتناب ما عنه نهى وزجر ويحي رسول صلى الله عليه وسلم الديدي وأمارك تفضيي إن لغا ديرابه واجتناب ما عنه نهى وزجر ويحو قد ككر يدي وديدي ويسوم فضيي إن لغا فضاده ولا يعبد الله الا بما شرع الا ان يعبد الا وحده سو نو مارته ديبو موغي وحو نولي يمد موغي واخ كلينا ان لك عابد تاسا مركا اي مارته رومنتي لرومي نبي الله محمد انه يهي رسول الله تاسي كرموبيسان معني من واساس ودليل الصلاه والزكاه صلاه وزكاه دليل كيد وتفسير التوحيد توحيد كما تفسير دي ست دليل كيسو وقوله تعالى ألا قول كيسو وما أمروا أيضا حال كوي هي إن النفرين إلا ليعبدوا الله إن يعبدان موغي الله ألا يعبدان موغي أخر أيضا النفرين مخلصين له دين أيوا دينك أخلصها أسوى في ولاية حنا فأكوا إلنا أيوا وما ركتي شركي يحمك إلنا أيوا توحيدوا إلنا أيوا
ويقيم الصلاة صلاة أوغان إن صلاة أوغان ولا فري هو حن صلاة أوغان لما فرن ويوتي زكاة زكاة يقتان ويوح كلا ما فرن. وذلك كاسنا دين القيمة ودينتي ونكسنات وان دين ملة القيمة ودليل الصيام صام كي وحاو دليل قوله تعالى لقول كسويري يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام صوم كبا لئن كفر بي لو لئن كواجبي كما كتب على الذين من قبلكم سوى أن يكون كهري لو واجبي لعلكم حميتين تتقون إن الله ما رتي كعب ستانا. ودليل حج حج دليل كسوى قوله تعالى لقول كسوى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا الله ما رتي كل يهدتك إن البيت كي قصدان وحقار عن نفسي اللي يهي أو أي كواجبتا من استطاع إليه سبيلا قف في كري ما ركتي بيتك انت كاه جد وكري وأود ويش وما ركتي وفكو قار الله ما شاء أود له إيا ما ركتنا فقديسي نفقد عيال كيسي ومن كفر قفك مركز كالديدي فإن الله ألا غني وكفرت يقتون عن العالمين مخلوقات قدنا لو كد يقتوني هاي مركة صلاة ذكري يسون كي حجكنا وهنوها سنحوها الشرح بإذن الله.